ورجعنا من الفاصل وخلونا نكمل حلقتنا النهاردة في موضوع إنساني. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة يمكن احنا بنتكلم عن مساندة السيد الرئيس، وبنتكلم عن الأفكار الموجودة في الأرياف، وبنتكلم معانا النهاردة نموذج، يمكن نموذج محترم جدا، واحد من الناس المثقفين والمتعلمين اللي موجودين في كرة ونجوع البدرشين. راجل عنده حادث، ابنه توفى جريمة قتل بغرض السرقة، الراجل عاوز القانون ياخد مجراه، الراجل بيتكلم على ان هو عادات الصقر والحاجات ديت هي موجودة متوارثة في الأرياف، لكن احنا كلنا بنتعاون عاوزين نفعل روح القانون. النهاردة معانا الأستاذ محمد عبد الله السعودي، واحد من المواطنين الموجودين في محافظة الجيزة في البدرشين، راجل مدير عام في البترول، أصابته فاجعة. احنا جايبينه النهاردة يمكن جاي بظروف نفسية، ظروف صعبة، لكن هو الدافع جواه انه عاوز يحافظ على ناس، عاوز يحافظ على ناس مالهاش ذنب. يعني في ناس ممكن تتاخد بذنب ناس، الراجل عاوز يفعل القانون، روح القانون، عاوز القانون ياخد له حقه، عاوز القانون بحيادية، وعاوز الأجهزة تتفاعل معاه عشان تجيب له حق ابنه اللي هو راح في مشاجرة. هيحكي لنا عن اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا استاذ. معلش انا اسف ان انا يمكن الظروف مش مناسبه، لكن المبادره والكلام حضرتك شجعني ان انا لازم تبقى حضرتك موجود معايا في البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، وانا بشكر حضرتك على اتاحه هذه الفرصه ان انا اقدر من خلال هذا المنبر ان انا اناشد سيد الرئيس، واناشد سيد اللواء وزير الداخليه، وناشد السيد المحامي العام والنائب العام في قضيتي. حضرتك انا ابني ربيته 26 سنه. كلمنا عن الموضوع، جه ازاي الحادثه، جت ازاي حضرتك الموضوع؟ انا كنت في اتجاهي للبدرشين، انا قاعد في حلوان وعندي بيت في البدرشين، وانا حضرتك زي ما حضرتك تعلم انا امين عام حزب حماه الوطن بمركز البدرشين، وكنت في اتجاهي للبدرشين لعقد شقه ايجار كمقر لامانه الحزب في البدرشين. ولما توجهت للبدرشين كان بصحبتي ابني وابن اختي اللي قاعد معايا بصفه مؤقته لانه بيتعلم في حلوان، وفي نفس الوقت في وقت اجازته بيشتغل. فقال لي يا خالي انا هاجي معاك، قلت له تعالى معايا، وانت يا عبد الله يا ابني تعالى معايا، هما الاثنين اسمهم عبد الله، يا ابن يا عبد الله تعالى معايا عشان توديني البدرشين، اكتب العقد وانت خد العربيه اعمل لي غير لي زيت واعمل لي شويه شغل فيها لاني مسافر الصبح رايح مرسى مطروح. وبالفعل رحنا البدرشين، وفي البدرشين صاحب الشقه اصلا من المرازيق، الراجل اعتذر وقال انا تعبان شويه تعالوا لي المرازيق نكتب العقد في المرازيق. انت بدل ما تروح للعماره اللي انت رايح له رحت له بيته. فطبعا احنا رحنا البدرشين على العماره، الراجل ما كانش موجود واتصل وقال تعالوا لي المرازيق، فكان متواجد ومنتظرني اتنين من الزملاء معانا في الحزب، ورجل اخر من البدرشين هو الوسيط في عملية الشقة والتعاقد عليها. فتوجهنا إلى المرازيق، طبعا أنا نزلت ابن أختي عشان العدد كان زيادة، قلت لهم انزل انتظر عبد الله، اركب ورانا ميكروباص ولا حاجة وانتظر عبد الله ابني هيدخلني البلد جوه ويطلع لك يا عبد الله. فبالفعل عبد الله ابني احنا دخلنا بالعربية ومعايا الناس ونزلني، خلال ربع ساعة قبل ما حتى نكتب عقد الشقة اتفاجئت بتليفون من ابن اختي، الحقني يا خالي، سرقوا تليفوني وضربوا عبد الله بالمطوه وتعالى لي على المستشفى. طبعا انا في طب انا هقطعك، وفي مداخله معانا المستشار سعيد منسي. اهلا وسهلا بك يا سياده المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك. يا ترى حضرتك ايه قصه عبد الله؟ هي القصه باختصار شديد، القصة حضرتك باختصار شديد ان الواقع ان سلطة التحقيق بتساير التحريات المبدئية اللي وردت من مباحث البدرشين، على ان الواقع لا تشكل الا مشاجرة انتهت بوفاة المجني عليه. تلك المشاجرة بينطبق عليها نص المادة اللي بتخص الضرب الافضى الى الموت، اللي هي المادة 236. طبعا شتان، لان المشرع المصري تناول جرائم القتل في عده مواد من الماده 230 حتى الماده 238. الماده 238 اشدهما
يعني العقوبة فيها بتصل للإعدام، ثم يليها بعد ذلك المادة 233 اللي هي القصد بالسم، وتليها إلى نصل للمادة اللي هي الخاصة بالضرب الأفضى إلى الموت، اللي هي بيتطلب فيها القانون في الجرائم القتل عندي أن تكون هناك نية خاصة هي نية إزهاق الروح. في جريمة الضرب الأفضى إلى موت، لأن النيابة العامة وجهت للجناة تهمة الضرب الذي أفضى إلى وفاة المجني عليه. تلك الجريمة لا يشترط فيها المشرع قصد جنائي خاص، وهي نية إزهاق الروح. ولكن في الواقع أن هناك جرائم أخرى موجودة ومصارة بالأوراق لم يتم التحقيق فيها، وهي واقعة السرقة كرها إلى الشاهد الإثبات اللي هو ابن عم المتوفي لرحمة مولاه، لأنه سئل كمجن عليه وأشار في التحقيقات أني سرق منه الموبايل كرها عنه، وفي فيديوهات موجودة وبالفعل كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة مصورة هذا التصوير، إضافة إلى أن الجناة مارسوا البلطجة واستعراض القوة على المجني عليه وشاهد الإثبات، ودي هتبقى يعني يتقدم والد المجني عليه أو واسط محاميه إلى سلطة التحقيق، ويتقدم بأقوال وبأدلة جديدة، لأن الفلاشات اللي هي اللي جاية اللي جايباها الكاميرات التصوير دي من ضمن أدلة السجود في الدعوة، يتقدم بها إلى السيد المحقق. وفي كل الأحوال محكمة الموضوع غير ملتزمة وغير ملزمة بالصيد والوصف اللي بتصبغه النيابة العامة على الواقع، ولها أن تعدل في وصف التهمة إلى الأشد أو إلى الأقل. وفي نفس الوقت النيابة الجزئية عندما تحيل الدعوة بمشروع قيد وصف إلى السيد المستشار المحامي العام، له أن يعدل وصف التهمة، والحق لولي الدم أن يتقدم بطلب لسؤاله، لأنه حتى الآن يعني لم يسأل. أنا هقطع حضرتك سيادة المستشار، هقول إن, 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 إن القضية مصارة في النيابة وبتنظر دلوقتي حاليا. يعني انت حضرتك بالنسبه للشكل القانوني اللي انت شايفه حضرتك ان 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 المفروض لسه في حاجات تانية المفروض ان هو والد عبد الله هيقوم بيها مع المحامي العام. طبعا، لان هي ما زالت قيد التحقيق، ومن حقه يتقدم للنيابه العامه، والنيابه بتستجيب لاي طلب يقدم ليها، لان النيابه العامه هي الحريصه على الدعوه الجنائيه، وهي بتمثل المجتمع قصاص من الجناه، فيتقدم بطلب للنيابه العامه لسؤاله، وبرضه ياخد معاه الفلاشات اللي عليها التصوير الفاضي من الكاميرات ويقدمه للنيابه العامه كادله ثبوت، ويعاد سؤال اللي شاهد الاثبات اللي هو سؤال كمجني عليه فيما يخص السرقه قرعا وخدوا منه الموبايل. فده من حقه يتقدم بيه، ويتقدم من لو النيابه الجزئيه ما وافقتش بيتقدم للسيد المستشار المحامي العام، وراجل عنده يعني كلهم فقهاء قانون وعظماء في القانون، اذا كان المحامي العام من نيابات جنوب الجيزه او الساده رؤساء النيابه، بيفحصوا الشكوى بتاعته، ولو في اي تحقيق يجرى من جديد ويواجه به المتهمين من جديد اي اتهام جديد من حقه، وبيعيد الدعوه الجزئيه لسؤال الجناه من جديد. اشكرك يا سياده المستشار، واكيد احنا بناخد وعد من حضرتك تكون موجود معنا في البرنامج ان شاء الله، نتكلم باستفاضه عن الحالات المشابهه. شكرا سيادة المستشار. الطلب حضرتك بتطلبه حضرتك الطلب اللي انا بطلبه انا ليه يعني اولا انا بشكر فيك روح العداله، انك انت مش عاوز حد بذنب حد، انا بس انت عاوز القانون ياخد مجراه وتتحقق العداله. طبعا انا بص بقول لحضرتك، انا ابني ربيته حضرتك 26 سنه، دخل ادى الخدمه العسكريه بالقوات المسلحه ومخلص جيشه، ما كملش شهرين حضرتك، وبعد ما خلص جيشه قدرت ان انا اوجد له فرصه عمل في مكان كويس، وللاسف ما شاءتش الظروف ان هو حضرتك قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا اتظلمت في هذه القضيه ظلم بين، وللاسف الشديد
الشرطة قامت بعمل تحريات مكتبية عن الواقعة. احنا بالنسبة لم تتطرق حضرتك لأمور كثيرة جدا، يمكن سيادة المستشار. معلش يا أستاذ محمد، احنا بالنسبة لنا الحاجات اللي هي القضية قيد التحقيق، واحنا بيبقى لنا خطوط حمراء بالنسبة في التعامل مع القضايا المثارة دي. بس عاوز اقول حاجة لا بسيطة احنا جدا. احنا رحبنا بوجود حضرتك معنا في البرنامج، انك انت راجل عاوز العدل ياخد مجراه، وانك انت راجل متسامح مع نفسك. بس أنا وعاوز بتوصل رساله للسيد وزير الداخليه. انا بوصل رساله للسيد وزير الداخليه، بقول له يا سياده. طب احنا معانا معانا مداخله من المستشار يحيى سلطان. اهلا وسهلا بيك يا سياده المستشار. اهلا بيك يا محمود بيه، ازي حضرتك؟ يا ترى حضرتك تكلمنا عن موضوع عبد الله، انت حضرتك عامل معانا مداخله بخصوص القصه دي يعني. والله انا لما اطلعت على القضيه بتاعت المرحوم عبد الله محمد عبد الله سعودي، فوجئت ان الورق بينطق بغير الحقيقه تماما. الحقيقه بتاعت الواقعه ان هي اولا بدأ بسرقه بالاكراه، وبعدها اقترنت بجناية قتل، والقتل في هذه الواقعة هو مش قتل عادي، هو قتل مع سبق الإصرار، يعني كان في إصرار على القتل. شفنا الفيديوهات اللي النيابة للأسف ما اطلعتش عليها كلها، والتحريات المباحث برضو ما اطلعتش عليها، عشان لو كانوا اطلعوا على هذه الفيديوهات كانت غيرت وجه الحقيقه تماما في الاوراق. احنا سياده المستشار احنا بنقول ان القضيه لسه في مجرى التحقيق، واحنا الروح اللي هو تعاملنا بيها مع الاستاذ محمد، وان هو عاوز القانون ياخد له حقه، وعاوز يبعد عن موضوع الطار، ومش عاوز يظلم حد، دي كانت روح كويسه. هو راجل عاوز يفعل روح القانون، وهو ده فعلا اللي شجعني ان انا اتعاون مع الاستاذ محمد سعودي، اللي هو راجل متفهم ويثق في العدالة جدا، ويثق في القضاء المصري جدا، ويثق في عدالة النيابة الجنائية والنيابة العامة من الشق الجنائي بتاعها، واللي هو بعيد تماما تماما عن العادات والتقاليد القديمة بتاعة اللي كانت بتسود المنطقة، وهو مفوض أمره لله وللقانون، وهو بيقول أنا مع القانون لنهاية القانون، وانا واثق تماما ان القانون هيجيب لي حقي. انا بشكرك يا يحيى بيه، وعلى الروح الجميله والانتماء للبلد وتدعيم الدوله وقراراتها ومسانده القانون. انا بحييك يا فندم وبشكرك جدا. الوقت عدى سريع، انا معاك، وربنا ربنا يصبرك. أنا بس وروحك رسالة الكويسه رسالة إن بسيطه كده للست اللي هو إن القانون ياخد مجراه، وان إن عاوز تتخلص. انا بس عاوز اقول العادات الموروثه دي حاجه كويسه. انا بحترم الشرطه وبحترم قضائنا العادل، وبثق في شرطتنا وبثق في قضائنا العادل، ولكن حضرتك القضيه توصلت الان الى ضرب افضى، الى موت حكم ابني اللي المفروض اللي هي بتوصف عليه القضية حاليا من 3 لـ7 سنين، يعني الجناة ياخدوا 2.5 3 سنين ويطلعوا. ده ما يرضيش ربنا. احنا وانا بقول للسيد وزير الداخلية حقي، انا مواطن وابني مواطن من البلد، بوصل رسالة لحضرتك وبقول لحضرتك حقي امانة في رقبة وزارة الداخلية ووزارة العدل اللي انا بثق فيهم. أكيد وعند الله تجتمع الخصوم. أكيد الرسالة وصلت، وأكيد إن القانون هياخد مجراه، وطالما أنت سايب الدنيا ومعتقداتك إن القانون هياخد لك حقك، إن شاء الله القانون هياخد لك حقك وربنا موجود. أنا الوقت عدى سريعا معايا في حلقة النهاردة. أنا بجدد تحياتي وبجدد شكري للأستاذ محمد على روحه وعلى مبادرته، وبجدد شكر وتحياتي لكل الناس اللي عاوزه تشتغل وعاوزه تساند الدوله وعاوزه تفعل القانون. احنا في ارياف والاعداد دي احنا بنتخلص منها. تحياتي لكل العاملين في الاستوديو واداره الاستوديو، المخرج الجميل الاستاذ وليد عماره، والفنيين الموجودين. خالص تحياتي محمود عوض.